السادة والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. حلقة اليوم تبدأ من التصريح الأحدث للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فمن أبرز ما قاله: الحاجة لقوة عربية موحدة أصبحت أكثر إلحاحا وتتزايد بشكل يومي في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة العربية خطر الجماعات المتشددة. إذن إلى أي مدى هذه الدعوة من قبل السيسي قابلة للتطبيق عسكريا وسياسيا؟ وهل هي مجرد دعوة؟ ومن من الدول العربية التي يمكن أن تستجيب لهذه الدعوة المصرية؟ شدد السيسي كذلك في كلمته أن علاقات بلاده بدول الخليج لا تزال قوية ومتينة، ذلك ردا على تكهنات بتضرر العلاقات بعد تسريبات مزعومة له تتضمن إساءات لبعض الدول في المنطقة. فهل دول الخليج تنصت إلى دعوة تشكيل قوة عربية موحدة؟ وهل هذه القوة توجه فقط ضد تنظيم الدولة الإسلامية أم يمكن أن تستخدم لمواجهة مشكلات سياسية في بلد مثل اليمن والتوتر الأخير مع جماعة الحوثيين؟ وقد شنت مصر الأسبوع الماضي غارة جوية على أهداف قالت إنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في ليبيا، بعد بث التنظيم تسجيلا مصورا يظهر عملية ذبح 21 عاملا مصريا مسيحيا خطفوا في ليبيا. وكذلك ذكر السيسي أن الكثير من الدول العربية قد أعربت عن تضامنها مع مصر بعد حادث ليبيا، وبعضها عرض تقديم دعم عسكري مثل الأردن والإمارات. مستمعينا الكرام، تساؤلات مطروحة اليوم في حلقة البرنامج على ضيوف من مدينة بون وبيروت وكذلك باريس، تساؤلات حول الحاجة لقوة عربية موحدة كما دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أبدأ مستمعين الكرام من باريس، حيث معي السيد رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية العربية. سيد رامي، بداية، عندما يدعو الرئيس المصري إلى تشكيل قوة عربية موحدة، هل هذه بلغة السياسة هي دعوة أم أنها قرار وسينجز في وقت ما لاحق؟ أنا لا أعتقد أنها قرار، وأعتقد أنها دعوة، ولكنني لا أعتقد أنها قابلة للتنفيذ أو أنها قابلة لترى النور، لأن الوضع العربي من الناحية السياسية ومن ناحية الأوضاع الداخلية في عديد الأقطار العربية معقد للغاية، وبالتالي حتى على مستوى التنسيق السياسي هنالك خلل كبير في العلاقات العربية العربية، فما بالك بتأسيس قوة عسكرية تكون لها مهام واضحة. لو أخذنا على سبيل المثال حتى التدخل العربي في لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية لا يحظى بإجماع عربي. دعيني أعطيك مثالا، أن الحكومة العراقية رفضت أن تقوم طائرات عربية بقصف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق. أيضا لا يوجد هنالك تعريف محدد لمعنى الإرهاب، بينما مصر تعتبر حركة حماس حركة إرهابية، لا تعتبرها كثير من الأقطار العربية. حزب الله الذي تعتبره المملكة العربية السعودية حزبا إرهابيا أيضا دول عربية أخرى لا تعتبره، وبالتالي هذه المسألة معقدة للغاية. أنا أعتقد أن الاستهلاك المحلي أكثر من أن تعبر عن اقتراح جاد يمكن أن يرى النور خلال الفترة القادمة. ابقى معي سيد رامي، وأذهب الآن إلى بيروت حيث العميد الركن الدكتور هشام جابر، باحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات. سيادة العميد هشام جابر، ها هو سيد رامي من وجهة نظر سياسية قال إن دعوة السيسي غير قابلة للتنفيذ لأن هناك أمرين مختلف عليهما، وهو أمر فكرة التدخل لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية هو أمر مختلف عليه بين الدول العربية، وكذلك تعريف الإرهاب أمر متجادل عليه. إلى أي مدى تتفق أو تختلف على ذلك؟ صحيح هناك اختلاف على إطلاق صفة الإرهاب على بعض التنظيمات كما ذكر ضيفك الكريم، إنما لا أعتقد هناك خلاف ولو على الأقل مصرح به أو علني باعتبار تنظيم الدولة الإسلامية تنظيما إرهابيا، هذا لا خلاف عليه. أما أنا أوافق على أن التدخل العربي أو إنشاء قوة عربية متجانسة للتدخل العسكري في ليبيا، يعني أعتبره أنا إلى حد ما
ليس قرارا اطلاقا، هو مشروع، انما مشروع صعب التنفيذ، واذا بدا بالتنفيذ يعني كعسكري ارى على ان تحوط به الكثير من الصعوبات والمخاطر. ما اهم هذه الصعوبات من وجهه نظر عسكريه؟ نعم، لان هنا هذه الجيوش اذا تدخلت او تدخلت كيف ستتدخل؟ هي غير متجانسه، لا بالتدريب ولا بالتكتيك ولا بنوعيه الاسلحه، وكيف سيتم التنسيق؟ يعني هذا احيانا ضمن الجيش الواحد يصعب التنسيق بين الاسلحه المختلفه، يعني الطيران والجو وغيره. اليوم هذه جيوش كلاسيكيه ستذهب اذا افترضنا لتقاتل مجموعات مسلحة مدربة بشكل ممتاز، مسلحة بشكل ممتاز، لها عقيدة قتالية، تقاتل تكتيك حرب العصابات عندما تريد، هذه داعش يعني أقصد، وتقلب الصفحة لتنتقل فورا إلى جيش نظامي لديه دباباته ولديه مدفعية لا ينقصه إلا سلاح الجو. ولكن يعني في ظل هذه الصعوبات ألا تعتقد أن في ظل هذه الصعوبات العسكرية ألا تعتقد أن عبد الفتاح السيسي، وهو رجل له خلفية عسكرية قبل أن يكون رئيسا سياسيا لمصر، ليس مدركا لهذه النوعية من الصعوبات التي تحول دون تنفيذ القوة؟ لا، حتما الفريق السيسي او المشير السيسي هو رجل عسكري كفؤ جدا، يعرف هذه الامور، انما هو يطرح هذا الموضوع. نحن لم نقول قرارا، يعني يتطلب التدخل العربي اولا قرارا من الجامعه العربيه ووجود تأييد عربي واسع لمثل هذا التدخل. ربما الجنرال او الرئيس السيسي يسعى اليه، كان من المتوقع ان يذهب الرئيس السيسي الى بعد حادثة سرت المؤلمة إلى الجامعة العربية يعني يطلب هذا القرار، هذا لم يحصل. ولماذا في رأيك لم يلجأ إلى الجامعة العربية أولا؟ لأن القاهرة تدرك وتعرف جيدا أنه سيكون هنالك خلافا. الجزائر مثلا لن تؤيد تدخلا عسكريا عربيا إطلاقا. بعض دول الخليج رغم أن مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير متجانس، بعض الدول يمكن أن تؤيد هذا التدخل، إنما ليس من المؤكد أن قطر وعمان ربما وربما السعودية ستتخذ موقفا مؤيدا أو متحمسا لهذا التدخل. بعدين يضاف أن الدول التي يحتمل أن تؤيد تفتقد إلى القدرات العسكرية لتعهد هكذا خطة أو هكذا مشروع. يمكن يعني يا سيدتي هذه رمال متحركة، لا ننسى أن مساحة ليبيا تفوق 1,300,000 كيلومتر مربع، لا ننسى أن الجيش المصري هو جيش قوي جدا، ربما سيكون هو النواة الكبرى لهذا التدخل، إنما الجيش إذن المصري. ابقى معي سيادة العميد عند هذه النقطة واذهبوا الآن إلى مدينة بون، حيث معي جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبار من ألمانيا. سيد جاسم، هنا السيد رامي العلي والعميد هشام جابر قد اتفق على عدم القابلية للتنفيذ لتشكيل قوة عربية موحدة لأسباب طرحها بشكل أكبر العميد هشام جابر، لأسباب عسكرية حيث لا توجد قوات عربية متجانسة ومن الصعب صنع التجانس فيما بينها، ولكن قال العميد هشام فكرة أنه لا خلاف على أن تنظيم الدولة الإسلامية كيان إرهابي ويجب مواجهته. هل تعتقد في ظل ذلك، في ظل هذا الطرح من كلا الضيفين، أن الرئيس السيسي عندما دعا إلى تشكيل قوة عربية موحدة هو يعول على التجانس في معنى الإرهاب لتنظيم الدولة الإسلامية؟ يعني دعوة السيسي جاءت في عقاب الإحباط الذي شهد الشارع المصري والشارع العربي في عقاب قمة واشنطن، والذي كان بشكل أكثر هو لمواجهة التطرف أكثر من مواجهة الإرهاب. ففي تقديري أن من ناحية عسكرية يعني الضيف العميد هشام ذكر
ذكر بأن المشكلة هي مشكلة تقنية في التجانس، لكن هنالك موضوع وهو موضوع الاتفاق على مواجهة داعش. يبدو أنه يعني على مستوى إقليمي وكذلك على مستوى الدولي لا يوجد خلاف في مواجهة داعش، يعني حتى الخلافات الروسية والأمريكية حول تنظيم داعش اختفت في قمة واشنطن وقمم مكافحة الإرهاب. لا يوجد أطراف تختلف على مواجهة الإرهاب، فلذلك هي كانت دعوة من قبل الرئيس السيسي، كانت هي دعوة وممكن تنفيذها، لكن لا يمكن ربما عن طريق الجامعة العربية مثل ما جاء الطرح من قبل ضيوفك لأسباب خلافات في شرعنة القرارات وإصدار القرارات. لكن مصر، ولكن إذا كنت كما تقول إن وكذلك اتفقت مع سيادة العميد والسيد رامي على فكرة أن تنظيم الدولة الإسلامية كيان إرهابي ويجب مواجهته، ولكن بالتأكيد يبدو أن الآلية هي التعقيد، هي مربط الفرس إذا جاز هذا التعبير. كيف يمكن إذن تجاوز هذه الآلية بتعقيدتها؟ الآلية طبعا هو من خلال وجود تحالف إقليمي، فلذلك أنه مصر الآن تحظى في اهتمام وكذلك دعم إقليمي خاصة من دول الخليج رغم خلافات أو تباين في الآراء، لكن هنالك دعم إلى مصر. وموقف مصر في مواجهة الإرهاب، لا توجد دولة تواجه الإرهاب بمفردها، يعني نظريات مكافحة الإرهاب في العالم كلها لا توجد دولة تكافح الإرهاب في يعني لحالها، وخاصة أن مصر تواجه الإرهاب ليس من داخل مصر وفي سيناء، وإنما بدأت سكين خاصرة من قبل ليبيا، وتعتبر هو تهديد، كان وما زال يعتبر تهديد. لذلك وفي إطار أن مصر لا يمكن أن تتم فكرة المواجهة مع ما يعرف بالإرهاب وحدها، ما أهم الدول العربية التي لابد وأن تتشارك مع مصر هذه القوة العسكرية؟ مصر تحتاج طبعا إقليميا إلى تعاون معلوماتي واستخباراتي، وهذا ما تفتقده مصر وكذلك دول المنطقة. للأسف هنالك دول في المغرب الإسلامي، هنالك انهيار في بعض الأنظمة وخاصة في ليبيا التي تعتبر هي الفوضى، وكذلك هنالك خلل أيضا في التعاون الاستخباراتي مع مصر في مكافحة الإرهاب، خاصة ما يتعلق في مع الجزائر وحتى في تونس. فما تحتاج مصر إلى منظومة معلومات تتعاون مع دول المنطقة، وهذا ما تحتاجه مصر. أما الدعم الآخر اللوجستي والدعم السياسي فهو موجود وقائم، لكن هذا معنى ذلك كافي. النقصان أو فقدان منظومة المعلومات الاستخباراتية هي تأتي بضرورة التعاون فيما بين مصر وليبيا؟ مع ليبيا صعب جدا، لأن لا توجد سلطة مركزية، لكن ضروري التعاون مع تونس مع الجزائر، وكذلك في حكومة انتقالية داخل ليبيا ممكن، يعني هنالك حكومة انتقالية لو تم تشكيلها في ليبيا ممكن. ليبيا هي المشكل وهي الفوضى، وتجارب يعني تجارب دول المنطقة التي شهدت انهيار في السلطة للأسف أنه الفوضى بدأت مستمرة فيها، وهذا ما يثير الكثير من المخاطر. سيد جاسم ابق معي عند هذه النقطة وتحولوا مرة أخرى إلى باريس حيث معي سيد رامي الخليفة. سيد رامي، هنا اجتمعتم أنتم الثلاثة على فكرة الجامعة العربية واتخاذ قرار بتشكيل قوى عربية موحدة، بأنه إشكالية وجود الجامعة العربية لتفعيل هذه النوعية من القرارات، ولكن في المقابل سيد جاسم طرح رؤية أن ما تحتاجه مصر وينقصها هو المنظومة الاستخباراتية، وأنه لابد من تعاون معها مع تونس والجزائر والحكومة الانتقالية الليبية. هل معنى ذلك أن مصر كي تنفذ هذه القوة هي أمام سيناريوهين، إما الجامعة العربية أو أنها تبدأ في تشكيل هذا التحالف بنفسها؟ باعتقادي فيما يتعلق بالجامعة العربية دورها محدود للغاية خلال الفترة الماضية، بسبب أصلا أن هذه الجامعة هي تعبير عن النظام الرسمي العربي الذي يمر بمرحلة عصيبة للغاية ومرحلة تحول تاريخي كبرى تبدو فيه دور الجامعة محدود للغاية. أما فيما يتعلق بأن مصر نفسها يمكن أن تقوم وأن تقود مثل هكذا مشروع وأن تكون نواته،
بحيث تحالف معها عدد من الأقطار العربية. أنا أعتقد أن ذلك أيضا صعب، إذا ما قصدنا بذلك أنها سوف تواجه تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، لأنها بذلك سوف تدخل على خط الأزمة المتفجرة أصلا. وبالتالي هل يمكن اعتبار مثلا على سبيل المثال قوات فجر ليبيا قوات إرهابية سوف تواجهها مصر مع الدول المتحالفة معها؟ وهذا ما شهدنا له رفضا غربيا في مجلس الأمن في دول الاتحاد الأوروبي وحتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا دعيني فقط أشير إلى أنني استمعت إلى خطاب الرئيس السيسي، كان يشير إلى الإرهاب والتطرف بشكل عام ولم يحدد تنظيم الدولة الإسلامية فقط. وبالتالي عندما تحدث زملائي عن الدولة الإسلامية حتى في هذا الإطار، فإن من يتولى مواجهة الدولة الإسلامية التحالف الغربي بما فيه الدول العربية منخرطة في هذا التحالف. هل تريد الدول العربية هل تريد الدولة العربية أن تشكل تحالفا منفصلا عن التحالف الغربي؟ أنا لا أعتقد ذلك، ولا أعتقد أن حتى في فكر السيد السيسي مثل هكذا مشروع منفصل عن التحالف الغربي. وإذا كنت ترى بأن الجامعة العربية لها دور محدود في الفترة الأخيرة، إذا ذهبنا إلى الكيان الآخر وهو الكيان الدولي مجلس الأمن الدولي، هل على مصر أن تمر بمجلس الأمن الدولي لتشكيل القوى العربية الموحدة؟ إذا كان الهدف في ليبيا أو مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، فأنا أعتقد أن مصر ليست صاحبة القرار في هذا الموضوع. ما صاحب القرار هو التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا يمكن الحديث عن الاستراتيجية الغربية بشكل عام والأمريكية على وجه التحديد، التي تمتاز بالضبابية والتي تشهد انتقادات من كثير الأطراف. وبالتالي هنا المسألة ليست فقط مسألة أمنية وعسكرية فقط حنان، وإنما تتعدى ذلك إلى مسألة سياسية. لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في هاتين الدولتين يجب إيجاد الأرضية السياسية التي تحل الأزمة السياسية، وبالتالي يتم الانتقال إلى مواجهة التطرف ومواجهة تنظيم داعش على وجه التحديد. في ليبيا الأمر لا يختلف كثيرا، هنالك اتفاق وإجماع من المجموعة الدولية ومن المجموعة الغربية على وجه التحديد بأنه يجب المضي قدما في الحوار بين الأطراف المتنازعة سياسيا، وبالتالي أيضا يجب إيجاد الأرضية السياسية لمواجهة التطرف. وبالتالي في كلتا المسألتين سواء في ليبيا أو في داعش في العراق وسوريا، فإن مصر ليست صاحبة قرار في هذا الموضوع، وإنما هي في أحسن الأحوال يمكن أن تلتزم بالتحالف الغربي لمواجهة تنظيم داعش. ابقى معي سيد رامي، وأذهب مرة أخرى إلى العميد هشام. سيادة العميد، هنا لمس سيد رامي مسألة العلاقة مع التحالف الغربي أو وجود التحالف الغربي كأمر واقع في بعض المناطق العربية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. هل تعتقد أن السيسي عندما يقول قوى عربية موحدة هو يعني أنها ستشكل في مظلة أو تحت مظلة التحالف الغربي؟ ليس من الضرورة أن يطلب الجنرال السيسي يعني الموافقة من التحالف الدولي. من الذي أعطى التحالف الدولي يا ست حنان هذه الشرعية؟ إنما أن يتعاون معه حتما ما دام العدو مشترك. هنالك تعاون استخباراتي، ربما تعاون لوجستي. هذا إذا كانت هذه القوة عربية صرف. أما إذا انتقلت إلى قوة دولية فهذا كما تعلمين يعني يلزمه مشروع آخر، مجلس الأمن. هل هنالك من دول مستعدة كما فعلت بالماضي في ليبيا أن تدخل؟ هل أمريكا مستعدة لتحمل النفقات؟ هناك مثلا بالدول الأوروبية، هناك إيطاليا وفرنسا مما لا شك فيه، يعني لديهم الحماس اللازم ربما للتدخل العسكري إذا جاء من قال لنقم بإنشاء تحالف للتدخل في ليبيا. إنما كما ذكرنا هذا موضوع يلزمه وقت، يلزمه قرار مجلس الأمن، يلزمه التعاون أيضا مع هذه الدول المنخرطة بالتحالف الدولي وأهدافها داعش كما تقول في سوريا والعراق فقط حتى هذه الساعة. يعني هناك داعش في كل مكان. لذلك أنا أعود يعني بس بكلمتين إذا سمحتي. مصر لن تقف مكتوفة الأيدي لما يجري في ليبيا، هيدا نقطة على السطر، لأن ليبيا مهمة جدا بالنسبة لمصر. بغير التهديد الأمني الذي يشكله الوضع الحالي في ليبيا واستطرادا انتقاله إلى مصر وما تعانيه مصر من في سيناء من الإرهابيين، أيضا ليبيا يعني سوقا كبيرة لمصر والعمالة والمنتجات، هي مصدر للنفط، هي يعني يعني إذا مصر تسعى إلى هذا
إلى إقامة هذا التدخل العربي، إنما خطوة خطوة. نحن سمعنا أن عن وزير خارجية مصر أن هناك مشروع أولا قرار عربي يطالب برفع حظر تقديم الأسلحة للحكومة الليبية، يعني أي حكومة ليبية، يعني حتما حكومة طبرق وليس حكومة ولاية طرابلس. هناك نقطة مهمة يا سيدة حنان، هناك الجزائر. أنا لا أعتقد أن مصر يعني هي تدرك جيدا أن الجزائر معنية، لا تستطيع معنية بشكل مباشر، ومصر لن تتدخل بدون موافقة جزائرية، لأن هذا سيولد ردود فعل في الجزائر قد يؤدي إلى انحياز إلى جانب آخر. يعني حكومة طرابلس مثلا كان واضحا، إذا لاحظتي عند العملية الهمجية لإعدام المصريين في ليبيا، كل بيانات الشجب جاء البيان الرسمي الجزائري مختلفا عن باقي البيانات، تضمن تأكيدا على ضرورة تضافر الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. لذلك موقف الجزائر، والجزائر قريبة وهي جارة لليبيا، مهم جدا. أنا أعتقد أنه بتعاون مصري جزائري خليجي يمكن إنشاء قوة عربية، ستكون مصر أنا برأيي هي النواة العسكرية الكبرى. إنما هنالك معوقات في الجيش المصري كما ذكرنا، جيش قوي جدا، إنما لم يخوض حروبا منذ 73، هو خبير في الحرب الصحراوية إنما ليس خبير في تكتيك مقاتلة العصابات المسلحة أو مقاتلة عند تكتيك حرب العصابات. عند نقطة التعاون المصري الجزائري، دعنا هنا أنتقل إلى ألمانيا حيث سيد جاسم محمد. هنا سيد جاسم العميد هشام قد تطرق إلى مسألة إن مصر تحتاج إلى تعاون مصري جزائري، إلى أي مدى يمكن لمصر أن تحقق ذلك؟ أو بالفعل هنا عذرا، تعاون مصري جزائري خليجي، دعنا هنا نتحدث فقط عن الدول الخليجية، هل هي مستعدة برمتها؟ الدول الخليجية هي داعمة إلى مصر، وخاصة دولة الإمارات العربية وكذلك المملكة العربية السعودية، ولا يوجد تردد في مواقفها. أما تبقى قطر، يبدو هنالك شكوك في موقفها، وكذلك ربما الكويت والبحرين أو عمان. ما يتعلق في التعاون مع الجزائر، الجزائر للأسف هي متحفظة، ويبدو أن تجربتها أنه حتى في التحالفات الدولية كانت متحفظة جدا بالدخول في أي تحالفات، كونها لا تريد أن تفتح باب أو جبهة في من المواجهة مع حدودها، كون أنه حدودها أيضا هي مهددة من قبل ليبيا وكذلك الصحراء، وهنالك خاصة في المنطقة يعني شمال المغرب الإسلامي شمال أفريقيا، من التسعينات شهدت الجزائر أيضا نمو وتصاعد الحركات الجهادية، فبما معنى أنه في الجزائر لا تريد أن تزيد مشهد التنظيمات الجهادية، ولا تريد أن تفتح على نفسها أبواب في التعاون الاستخباري أو التعاون العسكري في مواجهة هذه الجماعة. ماذا عن الجزائر؟ فماذا عن الخليج؟ دول الخليج في تقديري أنه هي ما يتعلق في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، هنالك اندفاع أكثر مما هو يعني أكثر من الدعم في مواجهة الإرهاب، لأن نظرة المملكة العربية السعودية والإمارات في مكافحة الإرهاب نظرة استباقية، أن لا تنتظر أنه الإرهاب يأتي إلى معاقلها، فهي تكافح الإرهاب سواء كان في مصر أو في مناطق أخرى، فلذلك هي داعمة إلى حكومة السيسي وإلى مصر في مواجهة الإرهاب، وخاصة الجماعات الجهادية وجماعات الإخوان المحظورة التي باتت أيضا تهدد دول الخليج وخاصة دولة الإمارات العربية والسعودية. فهنالك دعم في تقديري سعودي إماراتي، لكن تنقص التعاون في الجزائر. يشار بأن أي تعاون عربي لا سوف يكون خارج مظلة التحالف الدولي، لأن هذا التحالف العربي الجديد أو التعاون العربي الجديد إن النجاح فهو يأتي نتيجة رفض أو ردود فعل السلبية
من قمة واشنطن ومن التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب، لأن التحالفات الدولية للأسف أثبتت فشلها أمام التحالفات الإقليمية. أشكرك سيد جاسم، وأذهب في عجالة إلى سيد رامي الخليفة. هنا سيد جاسم قد قال التحالف العربي المرتقب أو المنتظر إن نجح. إذن ما الذي يمكن أن يجعل هذه القوة تكون ناجحة حتى برغم الصعوبات التي سردتموها؟ الحقيقة أنا أولا لا أعتقد بإمكانية أن ترى النور هذه القوى العربية حتى دول الخليج. أتفق تماما على أن دول الخليج مؤيدة بقوة للحكومة المصرية وللرئيس السيسي، ولكن هذا على المستوى المصري. أما التحرك على المستوى الإقليمي فأنا أعتقد أن دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية هي سوف تتحفظ للغاية، خصوصا إذا ما كان هنالك اعتراضات عربية كما تحدث الزملاء. الجزائر سوف تكون معترضة، ولكن أيضا تونس التي لها حدود مع ليبيا، أيضا دول الساحل والصحراء التي هي مرتبطة باتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع فرنسا، وهنالك قواعد فرنسية في دول الساحل والصحراء. وبالتالي هذا المشهد الإقليمي المعقد للغاية سوف يمنع تشكيل مثل هكذا قوة لمحاربة الإرهاب في ليبيا. وبالتالي التحرك العربي يمكن أن يتم في إطار المجموعة الدولية، ولكن خارجه أعتقد أن ذلك احتمال ضئيل للغاية. أشكرك. في نهاية حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة، رامي الخليفة العلي باحث في شؤون الفلسفة السياسية متحدثا من باريس، وكذلك أشكر ضيوف الهاتف من مدينة بون الألمانية، جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسة مكافحة الإرهاب، والعميد الركن الدكتور هشام جابر باحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية متحدثا من بيروت. مستمعينا الكرام، انتهت حلقة اليوم. شكرا لكم وكل التحيات. في الإخراج هند سليم، في هندسة الهواء أحمد حسين، وكنت معكم في التقديم حنان مسلم. شكرا لكم، وألقاكم عبر أثير بي بي سي، ولكم مني كل السلام والمحبة وبرنامج حديث الساعة.